بكل من نادى بشعار اشتري المصري، وكل من ساهم في يعني اصنع في بلدك وخلي بلدك متطورة وحديثة وشيك بالمنتج المصري وبولاد بلدك. فأنا عايز أقول بس حاجة خاصة بيا شوية، يمكن حضرتك يمكن هي بعيدة كل البعد عن إحنا يبقى عندنا تجارة عالية أنا بسافر باريس وإيطاليا وأوروبا وعندي عروض أزياء عالمية بره، ببقى كل الفخر والسعادة إن المنتج اللي معايا بعرضه بره للفرنسيين والطلاينة وكل الأوروبيين هو منتج مصري 100% بإيد مصرية. مش هقول لحضرتك قد إيه الناس بتقف بتسقف وتقف وتنحني عشان الفستان اللي قدامها ده مصنوع، بتنبهر بقد إيه الشغل الشياكة، الدقة، العمل اليدوي، الخامات. عندنا أكثر عامل ممكن يتفانى في شغله هو العمل المصري، بس طبعا اللي بيحب شغله، اللي بيحب يخلي بلده تقف على حيلها، اللي عايز يخلي يقول صنع في مصر وبالشياكة ومصر أصل الحضارة. مش أقول لحضرتك قد إيه أنا جات لي أوفرز بره، عروض إن أنا أسيب مصر وأسافر وأعمل شغل بره. أنا أبدا أنا بلدي أولوية وأشتغل، وجالي عروض إن أنا حتى ممكن نسأل معالي الوزيرة غدا أوالي إن إحنا ممكن نجيب عمال من بره. قلت لا، ولاد بلدي أولى. أنا كنت لغاية آخر لحظة من شهرين عايز أجيب عمالة زيادة آسيوية أو من هنا أو من هنا، قلت لا أنا هزود عمالة يدوية مصرية، يبقى منتج مصري بجد، يبقى المنتج بالإيد المصرية المحترمة. والله العظيم أقسم بالله كان عندي عرض في باريس وعامل فستان رسم عليه نفرتيتي، الناس وقفوا في القاعة وسقفوا للمنتج المصري، ودي ملكة مصر مصنوعة بإيد مصري. إيه الشياكة دي؟ إيه الحضارة دي؟ أنا فخور بهذا الحدث اللي أنا بعمله، هو حتى لو صغير على قدي مش كبير أوي للدرجة، عشان لسه ما عنديش تصدير، بس إن شاء الله عندنا قريب أوي في دبي وهنصدر وهنصدر بره إن شاء الله رب العالمين. وإحنا بس بنقول يا رب نكون على قد هذا الحدث ونحن نطلع ببلدنا للعالم. عايز اقول لحضرتك لانه حضرتك طبعا اسمك مش في مصر ولكن في مختلف دول العالم معروف من هو هاني البحير، ولما حضرتك بتتكلم معانا النهارده انه بنستفيد من وجود حضرتك في هذه الحمله، حمله اشتري المنتج المصري، هتساهم مع الحمله ازاي؟ هتشارك في معرض هيتعمل هيبقى ليك؟ هقول لحضرتك حاجه، انا هشارك في كل المعارض وهعمل كل حاجه، بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا بننافس اوروبا وايطاليا وهنا وهنا وامريكا، الناس دي بتبيع بالافات الدولارات واليوروز اللي حاجه غير طبيعيه، احنا بننتج بالمصري وبنبيع بالمصري، احنا بننافس اوروبا اللي بتبيع لك الفستان بكذا الف دولار، احنا بنبيع بالمصري حتى لو خدنا غالي شويه، بس احنا زيرو جنب الجمل بتاعهم، احنا حاجه يعني احنا اسعارنا لا تقارن لا تقارن، وخاماتنا افضل، شغلنا افضل، وشغلنا اشيك بكتير، لسه ستيل هاند ميد، هما كله بره الكمبيوتر والمكن شغال، احنا لسه بننحني وبنشتغل وبعينينا وبايدينا، ولسه بنشتغل الحاجات الهاند ميد اللي مش موجوده بره اللي انقرضت. فانا ان شاء الله معاكم في الحمله هنعمل، لو عايزين نعمل ديفليهات، عايزين نعمل معارض، عايزين نقول المصري بجد، المصري فعلا بايد مصريه ومعروض في مصر بقوه، مش ان احنا عايزين نقول احنا والله احنا بنجيب خاماتنا كلها من بره بس بنصنع في مصر. انا النهارده اول مره واول مصري النهارده بعمل ديل مع شركه كبيره جدا مصريه، دي بقى مفاجاه ان شاء الله، ان انا بستبدل 50% من المنتج اللي كنت بجيبه من بره او الخامه اللي جايبها من بره بالافات اليوروز والدولارز هجيبها من مصر، وبشجعهم وبيشجعوني. ده ان شاء الله في الديفليه اللي جاي بتاعي اللي جاي ان شاء الله هعلن عنها. لا حضرتك دلوقتي قررت انك تتخلى عن 50% من الخامات الاجنبيه، دي هنا شركه كبيره مصريه هاي. وهعلن عنها في مؤتمر صحفي كبير ان انا هتخلى عن الخامه دي وهحل محلها خامه مصريه، هي شركه كبيره ليها اسمها وعريقه، بس عمرنا ما اتعاملنا مع بعض، ادوني اوفر هايل وانا هشتغل معاهم وهحل محل المنتج سوري الخامه الاجنبيه اللي بدفع فيها دم قلبي والناس عارفه كلها، مش عايز بس عشان ما يبقاش اعلان يعني، بس ان شاء الله هعمل مؤتمر صحفي كبير وهقول ان احنا بنشتغل ايد مصريه ومنتج مصري وكمان خامات مصري ان شاء الله رب العالمين. شرفتني وبشكرك وبحييك مره ثانيه يا فندم، كتر خيرك، ميرسي ومبروك ان شاء الله لمصر في العلا وفي التقدم، بس يا رب بس